ده شكل الواجهة الرئيسية بتاعتي. طيب أنا مس نجلاء، أنا عامل زي باوربوينت أو بي دي إف أو وورد قبل كده، عامل السيرة الذاتية بتاعتي بي دي إف أو وورد أو باوربوينت. أنا طب ينفع أحولها سوي ولا لازم أعمل الشغل بتاعي من الأول؟ لا، إحنا عندنا هنا لو عايز أعمل الشغل من الأول هنعمل إنشاء جديد، لكن لو عن ملف وورد أو باوربوينت أو بي دي إف ممكن أحوله لسوي. بضغطة واحدة هنضغط عليها، بدء من المستند، هشوف المستند بتاعي فين. هبتدي انزل المستند ده وورد، ادي ده سي في انا عاملاه على الوورد اهو. طيب ينفع السي في ده احوله لسوي؟ طبعا ينفع. انا عملت له كده، عملت له تصميم، اضغط على التصميم اشوف هو غير لي شكله ازاي بالشكل ده اهو. وادي اللينكات اللي انا حطاها زي ما هي كده، انا هاخده اعمل له مشاركه واعمل اي شخص لديه الارتباط يقدر يتعرف عليه او يشوف اللي فيه. وهنا ما انساش اعمل عرض واعمل نسخ، واخده نسخه ابعتها في الملف بتاعي ده لو عندي باوربوينت او بي دي اف او وورد.